تقبل الله منا ومنكم فيما يخص يعني برنامج هذه النفسية القرآنية. نبدأ إن شاء الله بحول الله وتوفيقه بكلمة في هذه المناسبة عن القرآن وعن آداب حملة القرآن وما إلى ذلك. هذه يتفضل بها الأستاذ محمد بن علي. قبل ذلك يفوتني كذلك أن أرحب بأن يشوف أحد الوجوه تعايدنا الأستاذ عبد الرحيم إمام مدينة وزرة وحاضر معنا كذلك الأخ يونس هذا ابن المسجد استغل أين هو أو مختفي الأستاذ كذلك عبد الرزاق بلطرش مقرع المسجد التهجد والتراويح رأوا منصفة بيننا وبين فضيلة الشيخ حتى لا أطيل عليكم الكلمة الآن لفضيلة الأستاذ محمد بن علي إمام مسجد أبي ذر أو مسجد الفردوس مسجدين باسمين يتفضل مشكورا بارك الله في نبوه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويحبونه والذين رضي عنهم ورضوا عنه. كما نسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بداية بعد شكر الله تبارك وتعالى الشكر للقائمين على هذا البيت من بيوت الله وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حفظه الله ورعاه وكل الإخوة الكرام القائمين على هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ما أجمل أيها الإخوة الكرام أن يكون اللقاء في بيت الله وأن يكون الكلام عن كلام الله سبحانه عز وجل عن القرآن الكريم عن هذا النور عن هذا الوحي الذي جاء به النور محمد صلى الله عليه وسلم من عند النور سبحانه عز وجل. الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن كتابهم عن كلامه قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام بداية هو كلام الله سبحانه عز وجل. وحينما نقول أن القرآن كلام الله تخيلوا الفرق بين كلامنا وبين كلام الله. الفرق بين كلامنا وكلام الله كالفرق بين الله وعباده كالفرق تماما بين الخالق سبحانه عز وجل والمخلوق. ولولا أن الله تبارك وتعالى يسر القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما استطعت لا أنا ولا أنت أن نقرأ كلام الله سبحانه عز وجل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا كلام الله سبحانه عز وجل. هذا الكلام أيها الإخوة الذي هو كلام الله هو وحي ولا بد أن نتعامل مع القرآن هكذا وحي ليس أنه وحي فقط بالمعنى التاريخي بل هو وحي ماض والآن وفي كل وقت. فحينما تقبل على القرآن أقبل عليه كأنه وحي بل هو الوحي من عند الله سبحانه عز وجل. هذا القرآن قال فيه ربنا عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا القرآن أيها الإخوة هو الروح. تخيلوا معي الفرق بين إنسان ميت وإنسان حي.
هذا الميت فصل الروح عن جسده فأصبح ميتا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا القرآن هو الروح للإنسان. كل إنسان يتصل بالقرآن الكريم هو إنسان حي. كل إنسان ينفصل عن القرآن الكريم هو إنسان ميت. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. هذا القرآن نور، هو الذي يضيء الطريق أيها الإخوة الكرام، هو الذي يضير الطريق للسائرين، الذي يريد أن يصل إلى مرضات الله، الذي يريد بإذنه تبارك وتعالى أن يحشر في جنات النعيم، الذي يريد أن يجاور غدا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن ينظر إلى وجه الله الكريم في جنات الخلد، عليه بالقرآن الكريم، عليه بكتاب الله سبحانه عز وجل، نور، وحي، روح. هكذا وصف ربنا تبارك وتعالى كتابه العزيز. يا أيها الإخوة الفاضلة، ما دام القرآن هكذا هو الروح وهو النور من عند الله سبحانه عز وجل، كيف نغفل عن هذا القرآن؟ وكيف نغفل عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ وجزى الله خيرا الشيخ محمد وكل القائمين على هذا المسجد حينما فكروا في هذه الجلسة الإيمانية، حتى دائما ندرس علاقتنا بكلام الله وبكتاب الله سبحانه عز وجل. حينما نقبل على القرآن أيها الأفاضل، لا بد أن نقبل عليه بنية العلم، نية العلم، لأن الذي يريد أن يتعلم عليه أن يقبل على كلام الله. وأول وظيفة للقرآن هي تعريف الإنسان بربه سبحانه عز وجل. الوظيفة الأولى للقرآن أنه يعرفك بصاحبه، يعرفك بالله. والمعاملة على قدر المعرفة، قدر ما تكون تعرف رب سبحانه قدر ما راح تزيد تحسن المعاملة تاعك مع ربك عز وجل. ومن كان لله أعرف كان لله أخوف. كل ما راح تزيد تعرف رب سبحانه وانت تحبه وانت تخاف منه. تقبل على القرآن الكريم أيها الأخ الكريم بنية العمل. حينما تعلم لا بد أن تعمل. تقبل على القرآن الكريم بنية الاستشفاء. هذا القرآن الكريم هو شفاء أيها الإخوة الكرام لكل الأمراض، للأمراض الموجودة في نفوسنا والموجودة في قلوبنا والموجودة في مجتمعاتنا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى كتاب حينما تكلم عن كتابه سبحانه عز وجل عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن حينما يدخل، هذا النور حينما يدخل إلى القلب يشبه أيها الإخوة الكرام هذاك البستاني، بستاني هذاك اللي يحمل القصن تاعو يدخل للبستان ويبدأ ينحف الأغصان الزائدة، ينحف الأغصان اليابسة، ينحف في هذه الأعشاب الضارة. كذلك القرآن حينما يدخل إلى القلوب هذا هو فعله أيها الأفاضل. تقبل على القرآن الكريم بنية المناجاة. حينما تقرأ القرآن أنت تكلم ربك سبحانه عز وجل، وحينما تسمع إلى القرآن الله يكلمك تبارك وتعالى. تقبل على القرآن الكريم بنية الثواب. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ربنا عز وجل يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. واليوم هذه الجلسة المباركة حينما نجلس ونسمع إلى كلام الله ونتدبر كلام الله سبحانه عز وجل، هذه نعمة ما بعدها نعمة يا أيها الإخوة الأفاضل. انظروا إلى أم أيمن رضوان الله عليها، حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى ربه، قال أبو بكر لعمر: تعال بنا نزور أم أيمن. ذهب لزيارتها فبكت رضي الله عنها وأرضاها. قال لها رضوان الله عليهما:
لماذا تبكي وقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو خير له عند ربه؟ قالت: أنا لا أبكي على رسول الله، فإني أعلم أنه عند مولاه، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. تبكي حينما ينقطع هذا الوحي. بيقول لك شحال كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم علاقة بالقرآن، ولذلك يقول لنا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: والله لو طابت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، والله لو طابت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. الإمام نافع خوتنا من بعد رحيل سمعونا تلك القراءة. الإمام نافع لما سئل عن عمل عبد الله بن عمر في بيته قال: لا تطيقون، الوضوء لكل صلاة وبينهما نشر المصحف، الوضوء لكل صلاة وبينهما نشر المصحف. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال: جمعت القرآن فكنت أقرأه في كل ليلة. قال لي رسول الله: لا تقرأه في كل ليلة، قرأه في شهر. قلت: يا رسول الله ذرني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: أقرأه في 20. قلت: يا رسول الله ذرني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: أقرأه في 10. قلت: يا رسول الله ذرني أتمتع وأستمتع من قوتي وشبابي. قال: أقرأه في 7. قلت: يا رسول الله ذرني أتمتع أو أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى. بمعنى الرجل كان يرى تلك السكينة وتلك الطمأنينة والراحة نتاعه والمتعة نتاعه حينما يقبل على القرآن الكريم، حينما يمسك بكتاب الله ويقرأ كلام الله عز وجل. لم يكن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ورده صلى الله عليه وسلم مهما كانت الأمور. لما جاءه ذلك الوفد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرج به بعد العشاء. في يوم من الأيام تأخر، قالوا: يا رسول الله تأخرت الليلة. قال: كان علي وردي ولا أحب أن أخرج إليكم حتى أقضيه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أفلا نجعل نحن يا أيها الإخوة جلسات مع كلام الله، مع كتاب الله، قراءة، ترتيلا، تدبرا، تفهما، عملا، حفظا، حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا، حتى نكون حقيقة من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة الميراث نتاعه وهذا هو كلام الله وكتاب الله. أبو هريرة يخرج للسوق رضي الله عنه وارضاه، ناس تبيع وتشري وغير ذلك، وذلك مش حرام. قال: أنتم هنا وميراث محمد يقسم في المسجد؟ وأسرع الناس وذهبوا إلى بيت الله تبارك وتعالى، فوجدوا الناس حلقة للذكر ولمدارسة القرآن ولتلاوة القرآن. قالوا: أين الميراث؟ قال: ويحكم، وهل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا غير هذا القرآن؟ الصحابة لما علموا بها، نختم يا أيها الإخوة حتى لا أطيل على إخوانهم في انتظار تلاوات العطرة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين لكلام الله. الصحابة الشباب نعم، هذا الصغار هم في الحقيقة الكلام كله كان ليهم، ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم. شبابنا هذو أطفالنا وأولادنا ربي يبارك فيهم، هذا البراعم هذو اللي هم بإذن الله تبارك وتعالى هم مستقبل هذه الأمة بإذن الله سبحانه عز وجل. لما هذا الشباب وهذا الأطفال يحبوا القرآن، يقدمون على القرآن، هم الأكيد أنهم يحبوا القرآن الكريم ويحبوا كلام ربي سبحانه عز وجل، بس غدا بإذن الله يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد، يكونوا جميعا بإذن الله تبارك وتعالى معهم. هم أكيد باللي يحبوا والديهم ويحبوا يأخذوا بأيدي والديهم إلى الجنة، فرحب يقدمون على القرآن ويحفظوا كلام ربي سبحانه، بس ربي سبحانه يلبس التاج للوالدة تعب وللوالدة تعب بإذن الله، وتأخذ بإذن يا أخوي العزيز بيديك وتخلهم معك للجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لأن القرآن الكريم نور في الدنيا ونور في الآخرة. هذاك الصحابي لما كان في البيت، تخيلوا معي هذا صح التعامل الحقيقي مع القرآن الكريم في داره يا أيها الإخوة.
حي مثلا كلمة الطيطان، ربي يبارك في أهل الحي، ربي يحفظهم وربي يبارك فيهم جميعا، ربي يبارك في الشيخ محمد ربي يعزه وربي يحفظه إن شاء الله. ننظر الصحابة، واحد البيت يا أيها الإخوة يشع منه نور، نور يضوي في الليل. ذهب الصحابة، حديث صحيح، ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله بيت فلان يشع نورا. قال ابنعته يا رسول الله في الظهر في الصباح ذهبوا إليه، ماذا كنت تفعل البارحة؟ قالوا لا شيء. قالوا صدقنا، قال كنت أقرأ سورة البقرة، كنت أقرأ سورة البقرة. وسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه لما راح يقرأ القرآن يا أيها الإخوة، هو يقرأ في القرآن الكريم هنا الفرس وهنا وليد يحيى، هو يقرأ جالت الفرس، خاف على ولده أوقف القراءة، أعاد القراءة مرة ثانية، قرأ القرآن جالت الفرس خاف على ولده أمسك عن القراءة، الثالثة نظر إلى السماء وإذا بها طريق إنها سرج صعد في السماء. رحل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله البارحة كنت أقرأ القرآن جالت فرسي خشيت على ولدي فأوقفت القراءة. قالوا اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، لا توقف يا أسيد ما توقفش. قالوا يا رسول الله قرأت فجالت فرسي فخشيت على ولدي فتوقفت، اقرأ أسيد. قل يا رسول الله قرأت فجالت فرسي فخفت على ولدي فتوقفت. قال فنظرت فإذا سرج تصعد في السماء كأنها ظلة. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك الملائكة جاءت تسمع لقراءتك، لو واصلت القراءة لا أصبح الناس يرونها ما تستتر عنهم. أصبح والناس تشوف الملائكة، إذا حبيت أحبك الملائكة، وحبيت وليداتك إن شاء الله بإذن الله يأخذوا بيدك للجنة، وحبيت أنت يا أخوي العزيز يلي راك تطلع علي في الستة ربي يبارك فيك إن شاء الله، حبيت تدخل للجنة وزدت تأخذ يد باباك ويماك معك للجنة، أقدم على كلام الله سبحانه عز وجل. نسأل الله عز وجل يا أيها الإخوة الأفاضل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يرضى عنا جميعا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه، كما نسأل الله تبارك وتعالى الشيخ محمد ومشايخنا جميعا التوفيق. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأستسمحكم لأنه الكلام هذا مهما يكون صحيح خير من كلام ربي سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وربي يعزكم، وإني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل كل خير على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي هي من القلب وهي في قلوبنا إن شاء الله، وأن نكون من الذين قال الله عز وجل بهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومعليش حاب نزيد ما ترك يا شيخ، أنت تعلم أني أحبك. دون ما إطالة إن شاء الله نبدأ في التلاوات والقراءات الطيبة العطرة، وهذا الترتيب يعني لا يعني أي شيء، الترتيب بتاع القراءة بتاع التلاوة هذا تعينا يعني اجتهاد فقط. أحببت أن يكون هو قارئ، هو قارئ المسجد سعد رزاق الأطرش يعني غني عن التعريف وهو معروف، فليتفضل مشكور دون ما إطالة حتى يعني نستثمر الوقت الذي يتفلت منها الوقت، يتفضل مشكورا. ثم القراءة التالية تكون لشيخنا أستاذنا الشيخ منير بن حفري، هذا أيضا يعني الكثير 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 من الطلبة تخلتوا على يديه، جزاه الله كل خير إن شاء الله. ثم القراءة التالية تكون أيضا لتلميذه الأستاذ محمد ضريبي، هذا يشارك في مسابقة تاج القرآن، والآن هذا وراء وصل الأستاذ يونس. مرحبا بك يونس مع الصغير براء. عسلامة. كذلك الإمام حاضر معنا الشيخ الزايا، كذلك حاضر معنا بارك الله فيه، أيضا كل الحضور بوصفه الآن.